أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدون. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواهي. فالذي سماهم الخلفاء الراشدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالتمسك بسنتهم لأنهم يسيرون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويثبتونها وينشرونها بما أعطاهم الله من السلطة والولاية. ثبتوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأفضل الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر، وهذا بالإجماع، بإجماع أهل السنة بإجماع المسلمين أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. واختلفوا في علي وعثمان أيهما أفضل، فقوم فضلوا عثمان وقوم فضلوا عليا وقوم توقفوا. هذا في التفضيل. أما في الخلافة فالأمة مجمعة على أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان، هذا بالإجماع، ثم لعلي. ففي الخلافة هذا هو الترتيب، ومن طعن فيه، قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ففي فرق بين مسألة التفضيل ومسألة الخلافة. مسألة التفضيل كما سمعتم أجمعوا على أن الأفضل أبو بكر ثم عمر، واختلفوا في علي وعثمان رضي الله عنهما أيهما أفضل، والصحيح أن عثمان أفضل، هذا هو الصحيح. لكن نظرا لوجود الخلاف يذكر الخلاف، وإلا لا شك أن الأصح أن عثمان رضي الله عنه أفضل، بدليل أن الصحابة قدموه، لما أصحاب الشورى قدموا عثمان على علي، اختاروه للخلافة. ومسألة التفضيل أمرها سهل، لكن الطعن في الخلافة هذا ضلال، لأن الرافضة يقولون الخليفة بعد رسول الله هو علي وهو الوصي، وأن الصحابة ظلموه، الصحابة ظلموه واغتصبوا الخلافة، ويلعنون أبا بكر وعمر ويسمونهما صنمي قريش. فهذا لا شك أنه ضلال وكفر ومخالفة للإجماع. فالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.